بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. بقالنا يعني عدة حلقات مع الدكتور جعفر الطلحاوي بنتحدث عن مسألة صفات القرآن الكريم، والحديث الحقيقة يعني بيريح والله النفس كتير وبيسعد الإنسان الحديث عن كلام الله عز وجل. فخلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور طارق. أهلا بك. والأعزة الكرام، فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. دكتور، يعني طبعا تحدثنا قبل ذلك عن عدة صفات من صفات القرآن الكريم، يمكن آخر صفة كانت صفة الكريم، وهي طبعا أشهر الصفات، وحضرتك ذكرت في هذه الصفة معنى جميل، وهو معنى أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه كريم، ووصف سيدنا جبريل بأنه كريم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كريم، ووصف القرآن بأنه كريم، وأيضا الحديث الشريف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فكأن أيضا حفظة القرآن وأهل القرآن أيضا أهل كرم ومن أهل الكرام إن شاء الله. نعم. فدكتور، صفة اليوم هي صفة العظيم، القرآن العظيم. تمام. الله عز وجل يقول ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن شاء الله. تعالى. إن شاء الله. حاضر. الحمد لله كل سفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، جميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه. حمدا لا يبلى قديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمله في مثله، في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك، في ملكك، في دوامك، فإن نؤمن على حمدهم والتأمين دعاء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بأسماء الحسنى أفضل عباد يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة الله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولصفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، واختم لنا بها بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة. اجعل آخر كلامنا من الدنيا، وكل من يؤمن على هذه الدعوة يا رب أسمائك الحسنى، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، استبشارا وتفاؤلا بحديث الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك، في ملكك، في دوامك. عدد حروف القرآن ما شاء الله، مخطوطا ومنطوقا، وكلما خط وكلما نطق، عدد كل حرف من ذلك في علمك، في ملكك، في دوامك، يعني ايه الفا الفا، عدد كل حرف الفا الفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كل زفير من كل شيخ في علمك، مكاييل البحار، مثاقيل الجبال، عدد قطر الأمطار، عدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار في مثله، في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك، في عدد وملء وزنة ما بين ساق عرشك إلى قاع أرضك، ومن أزل وجودك إلى أبد بقائك ولا ما شئت، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس به. اللهم أمين. اللهم أمين. وبعد، اللهم أمين. قلنا أخي طارق حبيبي، الآن مضى معنا خمس صفات من صفات القرآن. نعم. علي، حكيم، أي نعم، مجيد، عزيز، أي نعم، كريم. وكانت الحلقة الأخيرة كان عن كريم. أي نعم. وكما حضرتك ذكرت في المقدمة، يعني ألخص ما ذكرت حضرتك في المقدمة، بين أيدينا كتاب كريم. أي نعم. نزل من رب كريم سبحانه وتعالى، نزل به ملك كريم على نبي كريم. أي نعم. لأجل أمة كريمة، إذا تمسكوا به وتعلموه وعلموه
وتحاكموا إليه وحكموا به نالوا ثوابا كريما. ربنا يجعلنا منهم يا رب. كتاب كريم من رب كريم نزل به ملك كريم على نبي كريم لأمة كريمة، إذا تمسكت به نالت ثوابا كريما. دي بمناسبة الوصف بالكرم. المناسبة الوصف بعزيز اللي هو كان الوصف الرابع برضه، ربنا وصفه بأنه عزيز. أي نعم. كما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز. وسيدنا محمد وصف بأنه عزيز. قال تعالى لقد جاءكم رسول من إيه؟ من أنفسكم. أنفسكم عزيز. أي نعم. عزيز. يبقى وربنا سبحانه وتعالى من أوصاف الحسنى أنه العزيز. أي نعم. خلاص، كتاب عزيز من رب عزيز إلى رسول عزيز لأمة عزيزة. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أي نعم. تمام كده؟ تمام. طيب أبعد ذلك كرم؟ أبعد ذلك عزة؟ أبعد ذلك شرف؟ وصف اليوم. الوصف اليوم السادس. أي نعم. وصف اليوم السادس من أوصاف القرآن الكريم أيضا أخو الأوصاف الخمسة السابقة في كونه ربنا جل جلاله اختار لكتابه اسما ووصفا من أوصافه وأسماء عز وجل. يعني قلنا علي وربنا علي حكيم، والقرآن حكيم وربنا حكيم، والقرآن مجيد وربنا مجيد، والقرآن عزيز وربنا عزيز. أي نعم. خلاص، والقرآن كريم وربنا كريم. تمام. أي نعم. اليوم بقى عظيم من أوصاف القرآن كلمة أنه عظيم، ولا يخفى على مسلم في الدنيا كلها أن من أسماء الله الحسنى أنه هو العظيم. أي نعم. وجاء هذا الوصف في آية واحدة لا ثانية لها في القرآن كله. حضرتك ذكرتها، وهذه الآية الكريمة من سورة الحجر، قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أي نعم. السبع المثاني ما هي أخي طارق؟ هي الفاتحة. الفاتحة. نعم، هي الفاتحة. لأن آية الفاتحة سبع آيات. والآية دي بتدل على أن سورة الفاتحة مكية النزول. معلومة مهمة. أي نعم. ليه؟ لأن سورة الحجر مكية. فربنا لما يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبع المثاني، والرسول كان ما زال في مكة، يبقى إذن سورة الفاتحة إيه؟ مكية. مكية. نقطة مهمة جدا، لأن في كلام العلماء في هذه القضية، يقول لك سورة الفاتحة مكية ولا مدنية؟ طيب هذه علوم شرعية. أي نعم. الكلام فيها كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد من دليل ولا بد من برهان. هاتوا برهانكم، نبئوني بعلم. فالآية دي تثبت أن سورة الفاتحة مكية، لأن ربنا خاطب الرسول وقال له وهنا ولقد آتيناك، يعني إيه؟ بالهمزة الممدودة آتيناك. أي نعم. آتيناك إذا مدت الهمزة كان بمعنى أعطيناك. كانت واضح كده؟ أي نعم. كانت ممدودة ليست مقصورة، يبقى معناها أعطيناك، ولقد أعطيناك سبع من الثاني. ولعلنا قلنا في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج المبارك أو برنامج ومضات من القرآن الكريم إن الفتحة نزل بها ملك خاص. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. القرآن الكريم نزل به جبريل. كما قال تعالى نزل به الروح الأمين. أي نعم. الروح الأمين سيدنا جبريل. والروح القدس برضو سيدنا جبريل، كما قال تعالى قل نزله روح القدس. روح القدس وهكذا. طيب تنزل الملائكة والروح، الروح برضو هنا سيدنا جبريل عليه السلام. إلا الفتحة والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة نزل بهما ملك خاص من باب خاص من السماء لم يفتح من قبل ولا من بعد. سبحان الله. والحديث الصحيح في هذا، بينما كان جبريل عند النبي، سيدنا جبريل كان قاعد عند النبي في زيارة، وكان سيدنا جبريل يزور سيدنا محمد من وقت الآخر. أي نعم. ولما تأخر عنه فترة وعز على النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل لا ينزل ولا يزوره، فعاتبه قال لما لا تكثر من زيارتنا؟ ليه ما بتزورناش كتير يا جبريل؟ فأنزل الله تعالى قوله الكريم وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبحان الله. نمزلش إلا بالأمر، يعني فافعلوا ما تؤمرون وامضوا حيث تؤمرون. أين؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وبعدين ربنا مش نسيك، وما كان ربك نسيا. ولما تأخر سيدنا جبريل في زيارته والمشركون بقى إيه يعني كأنهم أرادوا أن يشمتوا يعني إيه، وقالوا خلاص رب ودعوا وترك،
فأنزل الله تعالى سورة الضحى، قال تعالى وما قال تعالى أنزل الله سورة الضحى، قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال إلى آخر هذه الآية. مع أخ طارق؟ مع الدكتور. بدي معلومة أولى اللي أتيناك معنى أعطيناك بعد سبع مثلا هي الفتحة. قلنا بأنه كان يبنى على سيدنا محمد إذ سمع وجبة، سمع وجبة سيدنا محمد سمع وجبة يعني إيه؟ يعني صوت يعني صوت وجبة. فنظر جبريل للسماء فقال فتح اليوم باب من السماء لم يفتح قبل. والسماوات أبواب يا أخي طارق، السماوات أبواب، قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وسورة الجبال فكانت سرابا. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس بفلسطين لكي يعرج من باب المسجد الأقصى. الحكمة ما كان ممكن ربنا يعني يعرج بسيدنا محمد من البيت الحرام مسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، لكن ليه؟ ليه إلى الرحلة الأرضية من المسجد الحرام للمسجد الأقصى ويعرج به من المسجد الأقصى إلى السماء حتى يصل إلى سدرة المنتهى، حتى كان قد حسين أو أدنى فأوحى إلى أبيه ما أوحى، للإشعار بالارتباط الوثيق والدقيق والعميق بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا معناه إن كما تحافظون على المسجد الحرام حافظوا على المسجد الأقصى، إذا كنتم تخدمون المسجد الحرام اخدموا المسجد الأقصى، لا تفرطوا لأن التفريط في المسجد الأقصى تفريط في المسجد الحرام. لما جمع الله بينهما في أكثر من آية، يعني قلنا آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبرضه للإشعار بأن السيادة والريادة في المسجد الأقصى يجب أن تكون للمسلمين. ليه؟ لأن كل الأنبياء السابقين على سيدنا محمد بما فيهم آدم بما فيهم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا نوح عليه السلام كما قال تعالى في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. كل هؤلاء صلوا مأمومين بسيدنا محمد فين؟ في المسجد الأقصى، فين؟ في فلسطين، للإشعار إن الريادة هنا والإمامة هنا والسيادة هنا للمسلمين أتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إيه الدخل علاقة دي بموضوع الإمامة والسياسة وأن السيادة هنا تكون هنا؟ لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى وشغل المسلمون عن دفنه وعن تجهيزه واجتمعوا في سقيف بني سعادة ليختاروا من يخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ما استقر رأيهم على أبي بكر. ليه اختاروا أبو بكر؟ قالوا رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. لما المرض اشتد على الرسول وثقل به ولم يعد يقوى ولم تعد تحمله رجلاه على أن يخرج فيصلي بالمسلمين، قال مروا أبا بكر، في حديث صحيح مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى إن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف من الأسف اللي هو شدة الحزن يعني أسيف، وإيه وقال يا أسف على يوسف أشد الحزن، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك نفسه من البكاء عند التلاوة، مر عمر خلي عمر يصلي. سيدنا عائشة رضي الله تعالى خافت إن الناس تتشائم بتقدم أبي بكر، إن رسول إن يا أبو بكر يتقدم وإذا بدأ إرهاص وعلامة على إن رسول خلاص بيودع، فخشيت من أن يرتبط هذا الارتباط في أذان المسلمين، قالت مر عمر فليصلي بالناس. فقال الرسول إن كنا صويحبات يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وأصر الرسول على رأيه فأما أبو بكر المسلمين في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إن الرسول لما حمله الصحابة على أكتافهم حتى وصل وكان أبو بكر قد تقدم وبدأ الصلاة، الرسول ائتم بأبي بكر وأشار له أن يبقى في مكانه فلا يتأخر ولا يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة في سقيف بن سعيدة اختاروا من هذا الموقف من هذه اللقطة قالوا رضيه رسول الله لإيه؟ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وبالتالي ده الربط معنا. فهنا لما سمع وجبة قال سيدنا جبريل عليه السلام فتح اليوم باب من السماء لم يفتح قبل ونزل من السماء ملك لم ينزل قبل، نزل بأمرين أوتيتهما من تحت العرش لم يؤتهما نبي قبله، سورة الفاتحة وأواخر والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل من ربه كل إلى آخر النص الكريم فإن تمنى فاستمع قوم الكافرين. دكتور يعني بس يعني أنا كنت شفت فيديو من فترة لأحد الأشخاص اللي أسلموا حديثا وكان غير مسلم يعني، وكان بيتحدث عن سبب إسلامه
وقال إن سبب إسلامه سورة الفاتحة، لأنه كان بيقول إن هو يعني مؤمن بأنه في إله ولكن لا يعرف كيف يعبد هذا الإله، فبحث في كل الأديان على كيف يعبدون إلههم، ولما وصل لسورة الفاتحة وجد أنها فيها من الكلمات ومن المعاني ما هو أليق بهذا الإله العظيم، يعني سبحان الله، يعني سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدى، ونسأل الله تعالى أن يهدي الناس أجمعين يا رب عالم إن شاء الله. فإذا الوقفة الأولى مع آتيناك، الوقفة الثانية مع سبع المثاني، الوقفة الثالثة هنا أخي طارق مع كلمة المثاني. المثاني، المثاني على فكرة تذكر حضرتك قلنا كم اسم القرآن في الحلقات السابقة؟ قلنا أربعة. أين؟ لو تذكر حضرتك اسماني فيهما حرف القاف، قلنا القرآن والفرقان. أي نعم. وقلنا اسماني أخذنا فيهما حرف الكاف، الذكر والكتاب. والكتاب نعم. اليوم نضيف اسم خامس للقرآن. للقرآن من هذه الآية، لأن ما زلنا نقف معها. أي نعم. من أسماء القرآن المثاني. هذه من أسماء القرآن دكتور. ها؟ المثاني من أسماء القرآن. أيوة المثاني من أسماء القرآن. لكن وصف المثاني هنا جاء للسبعة اللي هي الفتحة. تمام؟ ولكنه جاء في سورة الزمر وصفا للقرآن كله. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. كتاب متشابها مثاني. ما معنى مثاني بقى؟ أيوة. مثاني لأنه يثنى، يثني. دلوقتي أقول إيه؟ يعني بدأ الأستاذ طارق الحلقة، بدأ الأستاذ طارق الحلقة بالإيه؟ بالحمدي، وثنى وثنى يعني فلان الضيف ثنى بالحمدي. نعم. يعني يبقى الأول مين؟ الأول أستاذ طارق. بدأ بالحمد، ده واحد. واللي بعد منه الضيف ثنى. فالقرآن الكريم يسمى مثاني لماذا؟ لأنه يثنى. يثنى القصص. قصة تذكر أكثر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ولكن خصة مع أن يبقى القرآن كله مثاني كما قال تعالى في آية الزمر: الله نزل، أي الآية هي، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يبقى ده وصف القرآن كله. لكن قال معانا من سورة الحجر وجهت الوصف هذا للفتحة بالذات، ولقد آتيناك سبعا من الإيه؟ من المثاني. ليه للفتحة بالذات؟ لأنها تثنى أكثر من باقي سور القرآن الكريم. هات لي كده صورة في القرآن الكريم كله تقرأ عدد مرات قراءة سورة الفتحة. ما فيش، الفتحة أكثر سورة طبعا فتحة. وذلك في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فلما كانت تثنى 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 تقرأ 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 أكثر من غيرها من آيات القرآن وسور القرآن الكريم، خصت هذا الوصف مع أنه وصف عام للقرآن الكريم. دي الوقفة التالية. الوقفة بقى المتعلقة بحلقة اليوم وصف القرآن الكريم بأنه عظيم، والقرآن العظيم. أتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. أيوة، هذا وصف لم يرد في القرآن مرة ثانية أبدا. مرة واحدة فقط. مرة واحدة فقط للقرآن. وهو من أوصاف الله ومن أسماء الله الحسنى. من أوصاف الله. قلنا قبل ذلك أخي طارق من باب التذكير المشاهدين الأحبة أنه هناك فرق بين الاسم والوصف. الاسم يذكر مجردا. يذكر مجردا. يعني إيه؟ ونزلنا عليك القرآن تنزيلا. قرآن بس. لكن الوصف عظيم، لا يأتي الوصف إلا مع ذكر الموصوف. إنه لقرآن إيه؟ كريم. لقرآن كريم. برضو هنا يقول والقرآن العظيم. يبقى العظيم هنا موصوف، العظيم هنا صفة، وصفة صفة المنصوب منصوب. أي نعم. ولقد آتناك سبعا من المثاني والقرآن. قرآن مفعول به معطوف على سبعا، سبعا مفعول به منصوب، وبعدين قرآن معطوف على سبعا، والمعطوف على المنصوب منصوب، ووصف المنصوب منصوب. لما كان القرآن مفعول به منصوب جاء وصفه كذلك منصوبا، والقرآن العظيم. هذا الوصف من أسماء الله الحسنى أكثر من آية، أشهرها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه واحدة أهو. في سورة الوقعة، وسورة في سورة الوقعة مرتان، فسبح إيه باسم ربك العظيم. تمام. في سورة الوقعة مرتان،
المرة الأولى فسبح باسمك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم، وآخر السورة آخر السورة خلال سورة الواقعة سورة الواقعة برضو نفس الجملة القرآنية فسبح باسمك العظيم. والموضع الثالث اللي ورد فيه هذا الأمر فسبح باسمك العظيم آخر آية في سورة الحاقة. ولذلك لما نزلت هذه لما نزلت هذه الآية فسبح باسمك العظيم قال الرسول اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. وذلك في أثناء الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لكن لما نزل قوله تعالى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. شوف التناسب، شوف التناسب، الانحناء ده يعني انحناء الظهر يعني لا يكون إلا لعظيم. أي نعم. فلذلك جعلت فسبح باسمك العظيم سبحان الله جعلت في أثناء الركوع. ولذلك يعني من دعائنا لله سبحانه وتعالى إن ربنا ينصر إخواننا في غزة، ونقول إنها لن تسقط غزة، لن تسقط إلا سجودا لله عز وجل إن شاء الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، لا تنحني إلا لله عز وجل.